السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ محمد عميرة من المدرسة الرشيدية الثانوية للبنين. موضوعنا هو الجزء الثالث من يا ليل الصبو متى غده، قصيدة الحصري، بعد أن شرحناها في الجزئين الأول والثاني. قوم اليوم إن شاء الله بحل تدريبات الكتاب، وهي متنوعة من الفهم والتحليل واللغة. أولا سنجيب عن الأسئلة التالية، نختار الإجابة الصحيحة فيما يأتي لأي غرض شعري تنتمي الأبيات. هنا تلاحظون أن معظم أبيات القصيدة تتكلم عن الغزل، إلا أنها كانت من الشاعر الحصري، مدح للأمير في هذه القصيدة، فموضوعها والمدح. من عارض هذه القصيدة من شعراء العصر الحديث؟ تكلمنا عن المعارضات وأنها عبارة عن قصيدة يقوم بنسجها ونظمها الشعراء من عصرنا الحديث، وهي بإحياء قصيدة قديمة، فينظمون هذه القصيدة على نفس الوزن والقافية والموضوع. ومن هؤلاء أبو القاسم الشعبي: ما سر أرق الشاعر وسهره؟ فراق المحبوبة. الجواب رقم واحد. ما المقصود بصروف الدهر؟ تكلمنا في شرح الأبيات أن صروف الدهر هي مصائبه، ويتمنى أن لا تنكد عليه لقاءه بحبيبته. اثنين، كيف يبدو الشاعر في البيتين الثاني والثالث؟ أرق وباك، أي يحمل الهموم الكثيرة، والأرق هو التعب الذي يمنع الشخص من النوم، وباك أي حزين على فراق محبوبته. هنا في السؤال الثالث نذكر صفات المحبوبة التي تغنى بها الشعر، شبهها بالغزال: ورقيقة الخصر، جميلة العينين، ومحمرة الخدين. مما يتعجب الشاعر في البيت السادس من وقوعه في شباك الهوى رغم كونه صيادا ماهرا. لما نفى الشاعر الذنب عن محبوبته في البيت الثاني عشر؟ لأن المحبوبة لم تتعمد قتله. كيف تبدو العلاقة التي تربط الشاعر بالمحبوبة في البيت الرابع عشر؟ تبدو العلاقة متوترة، فالشاعر متعب بسبب حبها، وكلما تقرب إليها ابتعدت عنه. السؤال السابع، ما الذي يتمناه الشاعر في البيت الثامن عشر؟ يتمنى ألا تنكد الأيام وصروفها، أي مصائبها، لحظات الحب والوصال، أي أن مصائب الدنيا تقوم بعملية التنكيد على الشاعر وتمنعه من عيش لحظات الحب السعيدة والوصال، أي الاجتماع بالمحبوب. ألفاظ الشاعر تشف عن حرارة الشوق وألم الفراق. الفراق نمثل على ذلك من الأبيات، معظم كلمات الأبيات تدل على حرارة الشوق وألم الفراق عند الشاعر. ومن هذه الكلمات الصب، ومتى غده، أي متى اللقاء، وكلف، ويريق، وقتلي، المشتاق، صروف الدهر، تبعد، البين، الهجران، وتجلد، أي الصبر. القسم الثاني نفكر ثم نجيب عن الأسئلة الآتية. نفكر هنا بعد أن شرحنا الأبيات، يقوم السؤال بإحضار أمثلة مشابهة لمعاناة الشاعر في الحب أو من القصائد التي تمت معارضتها. فهنا قال الحصري: رقد الصمار فأرقه، فبكاه النجم ورق له، وأحمد شوقي قال: حيران القلب معذبه، ويناجي النجم ويتعبه. هنا الموازنة بين الشاعرين من حيث المعاني المشتركة، فنجد أن
المعاني المشتركة بين الشاعرين في البيتين أن كلا الشاعرين يشكو الأرق والسهاد ولوعة الفراق، أي يشكوان السهر والتعب والألم والمعاناة من عدم لقاء المحبوبة. نوضح الصورة الفنية في السؤال الثاني من نفكر في كل من الأبيات الشعرية الآتية: كلف بغزال ذي هيف. هنا شبه محبوبته بالغزال في قدها، وهو يوصف وصف لمحبوبته لجمالها وبأنها تهرب منه خوفا من الوشاة، هم الوشاة الحساد الذين يراقبون تحركاته ويقومون بالتنكيد عليه. ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده. هنا شبه جفن المحبوبة بالسيف والنعاس بالغمد. خداك قد اعترف بدمي فعلاما جفونك تجحده أو تجحده. شبه خدي المحبوبة بالدم في حمرتها وجفون المحبوبة بإنسان ينكر ذلك. هنا بعض المعاني المستفادة من كل بيت من الأبيات: ينضو من مقلته سيفا كأن نعاسا يغمده فيريق دم العشاق به والويل لمن يتقلده. هنا جمال عيني المحبوبة وبخاصة جفنيها وما تسبب له من ألم وأرق عندما ينظر إليه، وعذاب العشاق ومكابدتهم من صدود المحبوبة. با: وغدا يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده. شبه نظر المحبوبة بزاد يتزود به العاشق. هنا تشبيه يدل على أن العاشق عندما ينظر إلى محبوبته تكون بمثابة شحن الهمم وتعطيها القوة لمواصلة عشقه وحبه، فهنا عندما تعرض عنه المحبوبة فإنه يموت ويفارق الحياة، مثل الذي لا يجد طعاما يقيم به أوده فإنه في نهاية أمره سوف يلاقي حتفه. بالبين وبالهجران فيا لفؤادك كيف تجلده. هنا شبه قلب العاشق بإنسان صبور على آلام الفراق وعذاب الهجران. السؤال الرابع: نختار العاطفة التي يدل عليها كل بيت شعري من بين القوسين فيما يأتي. يا ليل الصب متى غده. هنا الحزن أم الشوق أم الخوف؟ البيت يدل على الشوق لأن العاشق ينتظر الغد للقاء المحبوبة ويسأل متى غده، يسأل الليل ويقول له. ليل العاشق يكون مليئا بالهموم والسهر والأرق، فهو يسأل هنا متشوقا لرؤية المحبوبة، فالجواب يكون الشوق. بالله هب المشتاق كرم. هنا الندم أم الاستعطاف أم الإعجاب؟ هنا بالله الباء قلنا للقسم، حرف جر يفيد القسم، وهنا هب المشتاق أي يطلب ويستعطف ويترجى ويرجو، فهنا تكون الإجابة الاستعطاف. كلف بغزال ذي هيف. هنا يذكر مواصفات المحبوبة وأنه شبهها بغزال وأنها ذات قد جميل، فهنا تحمل معنى الإعجاب وليس اليأس أو الزهد. هنا ثالثا ننتقل إلى موضوع اللغة. اللغة، ما المعنى الصرفي؟ المعنى الصرفي يحمل في طياته العديد من المصطلحات التي يجب على الطالب أن
يعرفها، مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة والمصدر واسم التفضيل والكثير من المصطلحات. هنا حصرت الخيارات في صيغة مبالغة أم مصدر أم اسم فاعل لكلمة قنص في وكفى عجبا أني قنص. قنص هي ليست هي صفة لأنه صياد وقناص ماهر، ولكن القنص تأتي مرحلة مبالغ فيها أكثر من الصياد العادي، فهي تكون صيغة مبالغة من الفعل قنص. هنا نوع الجمع في كلمة جفون في جملة فعلام جفونك تجحده أو تجحده تجحده. هنا كلمة جفون نلاحظ أن الواو والنون في نهاية الكلمة، فيظن الطالب أنها جمع مذكر سالم مثل مسلم مسلمون، لأنه جمع المؤنث السالم تنتهي بألف وتاء، معلمة معلمات. جمع التكسير قلم أقلام، لم يتم زيادة الواو والنون، إنما اختلف مبنى الكلمة في قلم جمعها أقلام. فهنا إذا أفردنا كلمة جفون فمفردها يكون جفن، وفي كلمة جفون نلاحظ زيادة الواو فقط، فهنا يعتبر جمع تكسير وليس مذكر سالم. المذكر السالم أنه لا يحصل أي تغيير على مبنى المفرد. مسلم مسلمون جمعها أضفنا الواو والنون. هنا ماذا يفيد حرف الجر في جملة بالله هب المشتاق قرا؟ الباء قلنا حرف جر يفيد القسم، هنا واضعين الاستعانة والتبعيض. الاستعانة عندما نقول كتبت بالقلم، هنا استعنت بالقلم. التبعيض حرف من، حرف الجر من يفيد التبعيض، أكلت من الرغيف، ليس كل الرغيف بل كل الرغيف ولكن قسم منه أو بعض منه، لهذا سميت التبعيض. ومعاني حروف الجر صرفنا لها درسا بفيديوهات خاصة تم شرحها سابقا، أتمنى الرجوع إليها في حالة عدم فهم حروف الجر واستيعابها بالشكل الجيد. فهنا بالله هب المشتاق قرن تفيد معنى القسم، لأن الشاعر هنا يستعطف المحبوب للقاء. هنا نضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ألفاظ القصيدة مأخوذة من بيئة الشعر، نعم استخدم البيئة البدوية مثل الغزال، الوصف لعديد من الأمور الموجودة في القصيدة كانت مأخوذة من بيئة الشعر، فإذا هذه النقطة تكون صحيحة. استخدام أسلوب الحوار في القصيدة، أسلوب الحوار في القصيدة هو أن الشاعر يجري حوارا بينه وبين محبوبه، وأنها كيف تمتنع عن لقائه وتسبب له القتل بنظراتها وإلى آخره من هذه الأمور. فإذا استخدم الشاعر أسلوب الحوار فتكون أيضا هذه الجملة صحيحة. جيم، خلو القصيدة من البيان والبديع، هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن علم البيان وعلم البديع يشمل المحسنات البديعية من جناس وطباق ومقابلة، ويشمل أسلوب الحصر وأسلوب القصر، ويشمل أيضا الصور البيانية الجميلة مثل التشبيهات والاستعارات، وقام الشاعر باستخدامها جميعا. فهنا عندما نقول خلو هذه القصيدة من البيان والبديع، هنا الجملة تكون غير صحيحة. مراوحة الشاعر بين الخبر والإنشاء، نعم وردت بعض الجمل الخبرية وبعض الجمل الإنشائية،
وتكلمنا في درس سابق عن الخبر والإنشاء، وسأصرف لكم درسا خاصا لهذا الموضوع، ونخصصه للحديث أكثر عن موضوع الخبر والإنشاء وتفصيلات الخبر والإنشاء من طلبي وغير طلبي وإلى آخره من هذه الأمور بإذن الله تعالى قريبا. فالجملة تكون صحيحة. ها من الخصائص الموجودة أيضا عذوبة الألفاظ ورقتها. نعم، هذه أيضا صحيحة، لأن الألفاظ يجب أن تكون رقيقة في مخاطبة المحبوب حتى يشعر القارئ بأن الشاعر يعاني من لوعة الفراق والهجران، وأنه متشوق للقاء محبوبته وإلى آخره من هذه الأمور. هنا تم اقتطاع السؤال، ولكن موجود عندكم في الكتاب إن شاء الله تقوموا بقراءته. السؤال الثالث واضح إجابته. الرابع أريد أن أشرح قليلا عنه، وهو عملية تغيير الحركة في كلمة الصب. إذا قلنا يا ليل يا ليل يا ليل الصب متى غده، وإذا قلنا يا ليل يا ليل الصب، هنا كلمة الصب والصب. إذا قلنا يا ليل الصب فتكون كلمة الصب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر، لأنه الياء أداة نداء وليل منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. أما الثانية يا ليل الصب تكون مضاف إليه مجرور، الليل بتصير الليل منادى يا ليلى يا ليل الصب، والصب بتكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة على آخره. هنا يريد أن نقارن بين أي التعبيرين أجمل، هل التعبير الأول اللي هو الذي هو بضم الباء الصب وإعرابه مبتدأ، أم بكسر الباء وإعرابه مضاف إليه مجرور؟ فنلاحظ هنا أن التعبير الأول أجمل. لماذا؟ لأنه يهتم بالعاشق وحيرته وقلقه، أما التعبير الثاني فيهتم بليل العاشق، فالأولى أن يهتم بالعاشق وما يدور ويجري معه من أحداث من لوعة وفراق وهجران واشتياق وصبر وألم الفراق، وليس بالليل العاشق، لأن الليل سينقضي وسيأتي الصباح بعده. هنا أعتقد إن شاء الله أنه أن تقوموا بحل التدريبات على الدفتر وتصويره وبعث الصورة على الواتساب الخاص حتى أسجل ملاحظات للطلاب الذين شاركوا معي في حل هذه الأسئلة. فانتهت الأسئلة هنا، مع تمنياتي لكم بالصحة والعافية لكم ولأهليكم، والسلام عليكم.